ما لبستيش ليه؟ بقولت لك ملوش عازة اجي معاكم. ملوش عازة كيف؟ ولا انت ليكي في الغم وبس؟ ايوه ايوه صح، ليا في الغم وبس. قسمتي يا ابن خالي على رأي المثل، في فرحكم منسية وفي همكم مدعية. ما احنا فاكرينك اهو، ما حدش غيرك دعانا للفرح. هو فين الفرح اللي داعيني فيه ده يا رحيم؟ ما عاوزاش حد يفرح ليا يا نعام، عاوزه تحرمي الفرح على الكل. الفرح كيف العسل يا ابن خالي، القطفه الاولانيه، بعد كده رد معون وفضله ايادي الخلق. ملوش عايز الكلام ده كمان، ولا خلاص بقيت ابن عروس، خشمك بينقط حكم وعسل اول قطفه. يا بنت الناس احنا ما صدقنا يحيى يوافق، ولا كده بياخد فضلة اخوه الشهيد لما اتجوز مرته ويسترها وصفيره. لا بوسينة هي اللي هتبقى لا داقت العسل ولا عرفت له طعم، لو وافقت يشاركها فرشتها راجل بعد المرحوم. هفكرك يا رحيم، هفكرك يا رحيم. هتقفليها ليه؟ حتى لو قالت لا، احنا واخدينك ليه؟ عشان تلين راسك. اني لو وافقت هقول لها ما حبيتيش شاهين. بعد عني ما تاخدنيش معاك، قلت لك احسن خليكي مجيتك بخسارة، الله الغني. هفكرك يا رحيم، هترجع يد ورا ويد قدام، وبسينة هتقول لا، ولا فكرك هتبقى زي ناس بعد 20 سنة ينسوا، ولا كأنهم داقوا العسل، ولا كأنهم بس بكفاية شغلني النهار في قصة أبو زيد، كيف الشاعر أبو ربابة كل ما تشوف خلقتي تحكي الحكاية من الأول، يقطع العسل واللي قطفه أول وتاني، لا عاد في عسل ولا بصل، ما فيش غير الحنظل لابت في زوري مش عايز يفارقني واصل. اسمع يا نعم، قسما عظما ثلاثة بالله العظيم، لو جبت السيرة دي تاني بدخل لك مطرح خالص، ذنبك على جنبك بقى. ايوه اهلا يا معلم، ازيك؟ لا صحيح، ده لسه بدري قوي. طبعا قاعده لوحدي. انا عارف انك وحدك، عشان كده قلنا نيجي نونسك ونطلع عليكي. لو شايفه الوقت متاخر وبدك تنامي ناجل الموضوع. لا احنا كيف ما بتقولي، العيشه لسه ما اتدبتش، واحنا ما يرضناش تنامي بدري كده. ام رحيم كمان بدها تيجي معانا تطل عليكي. هو انتم محتاجين تستأذنوا برضو يا معلم؟ تشرفوا في اي وقت. لا طبعا البيت بيتكم. طيب مع السلامه.